بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، دايما بنأكد عليك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما نخش في موضوع الحلقة أو الدرس بتاع النهاردة. بعد ما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتختار الكل حتى يصلك كل منشرتنا الجديدة. ولو الفيديو عجبك النهاردة ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو اللي تشاهده الآن، ولو عندك اي كومنت او اي تعليق او اي سؤال سيبهولي تحت الفيديو وان شاء الله هتلاقيني برد عليك على طول. نخش في موضوع الشرح على طول. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. اهلا بكم اصدقائي واحبابي متابعين قناة فارس البرمجيات على اليوتيوب. حضرتك لو دخلت على قناة ودخلت على قوائم التشغيل اللي هي فوق ديت، تمام، هتلاقي هنا قائمة اسمها كل ما يخص بطاقة التموين. زي ما انت شايفها، كل ما يخص بطاقة التموين، فيها 60 فيديو شرحناه قبل كده يخص بطاقة التموين. لو عندك اي حاجة تقدر تخش على قناة فارس البرمجيات، ثم زي ما قلنا قائمة التشغيل كل ما يخص بطاقة التموين، ان شاء الله لو عندك اي مشكلة هتلاقي لها حل بإذن الله. النهاردة جايلكم بحل، يعني مش هقول سحري، بس حل كل الناس منتظراه. طيب الحل دوت يخص ايه؟ انت محذوف منك عدد افراد، او تم حذفك من البطاقة تعسفيا، او انت قدمت تظلم والتظلم بتاعك ما قابلش في التموين، او بتواجه اي مشكلة ايا كان المشكلة اللي انت بتواجهها في بطاقة التموين، وانت عايز تقدم تظلم، هتخش على موقع دعم مصر وتعمل تظلم، التظلم اتقفل، باب التظلمات على موقع دعم مصر اتقفل. طيب تعمل ايه عشان خاطر تعمل تظلم؟ لان انت في واقع عليك ضرر وبقتش تصرف تموين، او ما بقتش تصرف عيش. انا اعمل ايه؟ كل اللي عليك فعله، حضرتك احط لك لينك اسفل الفيديو اللي انت شاهده الان. ازاي الفيديو اللي انا شاهده الان؟ هنفترض دلوقتي ان انا بتفرج على الفيديو دوت، انا هفتح الفيديو، تمام، وهوريكوا ازاي تجيب اللينك اللي تحت الفيديو واتصال بالانترنت. ثواني الاعلان دوت يخلص بس اوقف استخدامي. اديني وقفت الاعلان. هتيجي هنا اهوت، هتضغط على السهم دوت لو انت فاتح من الموبايل، تمام، هنضغط على السهم ده، هتلاقي اللينك هنا محطوط هنا اهوت اللي انا سيبه لك، تضغط عليه هيحولك على الموقع دوت. زي ما انت شايفين دوت الموقع اسمه البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. من خلال الموقع دوت تقدر تقدم شكوى لو انت بتواجهك اي صعوبات او اي مشاكل بتخص بطاقة التموين، وطبعا كده كده التظلم متوقف، تقدر تقدم شكوى من خلال الموقع دوت. طيب الموقع دوت هعمل اقدم فيه شكوى ازاي؟ اول حاجة لازم تسجل، تسجل في الموقع دوت. هتسجل ازاي؟ هتخش هنهوت على كلمة التسجيل اللي هي ديت، اضغط هنا للتسجيل، شايفها، هضغط عليها، فتح لي زي ما انت شايف هنا بيقول لك ايه، التسجيل في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة. هتكتب هنا بياناتك زي ما انت شايف كده هوت، هنا الاسم الشاكي رباعي، هنا تختار تضغط على السهم، هنا ده تختار الفئات الموجودة، طبعا احنا مواطن، الوظيفة بتاعت حضرتك هتكتبها هنا، الرقم القومي هتكتبه هنا، الحالة الاجتماعية وتاريخ الميلاد هنا، وهنا اي بيانات اضافية انت عايز تضيفها، تمام كده. ولو انت عايز ترفق صورة من اي حاجة معينة هتدوس هنا على كلمة اختيار الملف وتقدر ترفق الصورة. بعد كده انا بيقولك البيانات لحالة الاتصال بيك، هتكتب هنا رقم الموبايل او رقم التليفون، وهنا رقم المحمول، يعني هنا لو في ارضي وهنا لو في رقم محمول، وهتختار المحافظة بتاعتك والعنوان هتكتبه، وهنا المركز او المدينة اللي انت تابع ليها، والخطوة اللي جاية دي مهمة قوي اللي هي البريد الالكتروني، هتكتب هنا بريد الكتروني، وهنا موقع على الانترنت، دي مش مهمة، اهم حاجة تكتب ايه، البريد الالكتروني، عشان لو حاب يتواصلوا معاك، مش عاوز تكتبها بردك مش مهم، لكن اهم خطوة في الموضوع هي الخطوة الجاية ديت. بيقول لك الرجاء التأكد من اسم المستخدم يتكون من 6 الى 15 حرفا، ويبدأ بحرف
واستخدام الحروف اللي هي ايه لحد الزد الاي والكابيتال والارقام. يعني بيقول لك انها تكتب اسم مستخدم ليك، الاسم ده هام جدا. يعني ايه هام جدا؟ يعني لازم يكون الاسم ده تكتبه في ورقه بره وانت بتسجله. الاسم دوت يكون مكون من 6 الى 15 حرف. يعني مثلا لو انا هكتب اسمي، مثلا هكتب هنا ايه، مثلا هقول كلمه حسام، تمام، بالانجليزي طبعا. دي كم حرف؟ ادي 1 2 3 4 5 6، تمام. هو بيقول لك من 6 ل 15 حرف. فانا هكتب مثلا هنا كلمه حسام، وبعد كلمه حسام هكتب ايه؟ ارقام. فلازم انا اكتب كلمه حسام اول حرف هكتبه كابيتال، وبعد كده بقيت الحروف سمول، تمام. وبعد كده هكتب رقم، والارقام ديت ممكن اكتب من 0 ل 9. هنفترض مثلا ان انا هكتب ايه، 0 0 0 0، 4 اصفار، تمام. او اكتب مثلا 5 5، عشان الناس ما تنساش 5 5. دوت هيبقى اسم المستخدم، هتكتبه قلنا هنا. وهنا عندك كلمة المرور، ادخل كلمة المرور بحسابك. كلمة المرور يجب ان تكون من 6 ل 15 حرفا، وتحتوي على ولا تحتوي على فراغات. كلمة المرور هكتبها من 6 ل 15 حرف. ممكن اكتب كلمة ايه مثلا، هكتب بردك اسمي مثلا، كل واحد طبعا حر في كلمة الباسورد. هكتب اسمي حسام، تمام، وهكتب مثلا بيت اسمي، مثلا هكتب الفارس حسام الفارس مثلا، وهكتب ايه 1 2 3 مثلا. وهبدا هنا اكرر نفس العمليه تاني في كلمه السر تاني نوت، وبعد كده اضغط على التسجيل في بوابه الشكاوى الحكوميه، تمام كده. يبقى انا كده قدرت ان انا اسجل في الموقع دوت. وبعد ما سجلت في الموقع دوت هعمل ايه؟ هم جاي هنا على كلمه الرئيسيه تاني اللي احنا اخترناها هنا اهو، واجي هنا اهو تدخل الاسم المستخدم اللي انت لسه كاتبه في ورقه معاك وكلمه السر، واضغط هنا على كلمة دخول، تمام كده. بعد ما اخش على الموقع هيدخلك، اقدر اقدم شكوى، يبقى باليوزر نيم والباسورد. بعد كده تقدر تستعلم عن الشكوى بتاعتك، هتكتب طبعا الشكوى بتاعتك اللي انت مثلا متظلم منها، اكتب كل اللي انت عايزه ولا يهمك، تمام. بعد كده لما تيجي تستعلم على الشكوى هتعمل ايه؟ هتخش على الموقع هو هو، لكن هتكتب هنا، هتضغط هنا على متابعة الشكوى، هتكتب هنا الرقم القومي بتاعك ورقم الشكوى، تضغط على كلمة بحث هيقول لك ايه اللي تم في الشكوى. في ناس دلوقتي تقول لي يا عم فارس البرمجيات الكلام ده تقيل علينا واحنا ناس بسيطة، لكن احنا مش هنعرف نعمل يوزر نيم وباسورد والكلام ده كله، ايه الحل؟ يا ريت حضرتك تفيدنا. طيب الافادة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، في رقم اهوت، الرقم دوت اللي انتوا شايفينه اهو، ثواني، اللي هو الرقم 16 5 28 16 5 28. نقول الرقم تاني، 1، الرقم اهو 1 6 5 2 8. تقدر تتصل بالرقم دوت، هو هو نفس الموقع اللي احنا بنتكلم عليه، شكاوى الحكومة الموحدة. تقدر من خلال الموقع الرقم دوت تسجل الشكوى بتاعتك، تقدر تتصل بيهم وتسجل الشكوى بتاعتك، وتقدر في نفس الوقت ان انت تتابع الشكوى بتاعتك برضك. يعني من خلال الموقع اللي انا بقولك عليه ده تقدر تسجل الشكوى بتاعتك، وتقدر بعد كده تستفسر على الشكوى بتاعتك. طيب الموقع دوت مختصر او مقتصر، اسف، مقتصر على الشكاوى التموينية فقط؟ لا، لو عندك مشكلة في اي حاجة بتواجهك، سواء بطاقة تموينية او مشكلة مثلا مع ابنك في المدرسة، قدمت له معايب ما قابلش، مشكله مع الكهرباء، مشكله مع الميه، اي مشكله بتواجهك في حياتك وانت عايز لها حل، تقدر تخش على الموقع دوت وتسجل الشكوى، وهم بيهتموا جدا جدا بالشكوى وبيتحروا عنها لو انت واقع عليك الظلم، ان شاء الله بترفع عنك الظلم ديت. الموضوع بتاع التظلمات، عشان في ناس كتير كانت بتسالنا على القناه بتقول لي يا فارس برمجيات نعمل ايه فيما يخص موضوع ان احنا اترفضنا او احنا عملنا تظلم وما اتقبلش واحنا متضررين، ولا عارفين نصرف خبز، ولا عارفين نصرف تموين، ولا عارفين نعمل ايه في حياتنا، حياتنا يعتبر واقفة. فدوت الموقع طبعا كده كده هم قفلوا التظلمات على موقع دعم مصر، وقلنا الناس اللي اتقبل تظلمها البطاقة بتاعتها سارية، اما الناس اللي توقف تظلمها فدوت طبعا مفيش مفر، لان هم قفلوا باب التظلمات.
لكن انا قلت ازف لكم البشره ديت، وان شاء الله اي حد عنده مظلمه باذن الله باذن الله يتقبل، وباذن الله يرجع يصرف تموين ويصرف خبز تاني. تمام، لو انت عندك اي استفسار او اي طلب حضرتك انزل اسفل الفيديو في التعليقات سيب لي الاستفسار بتاعك وان شاء الله هتلاقيني برد عليك. بس بالله عليك وبلاش الاسئله المكرره، ممكن تتابع الاسئله اللي الناس سالتها قبل كده وتقدر تعرف الاجابه عليها. اخر رجاء بطلبه من حضرتك قبل ما تخرج من الفيديو، زي ما حضرتك استفدت اتمنى ان حضرتك تضغط لايك اسفل الفيديو لازم تشاهده الان، ولا تنسى الاشتراك في قناة فارس البرمجيات وتختار الكل حتى يصلك كل منشراتنا الجديدة. كان معكم اخوكم الفارس حسام، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم اخوكم الفارس حسام، دمتم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.